أنا اسمي محمود عفيفي، عندي 27 سنة، ناشط سياسي في حركة شباب 6 أبريل، محامي، بشتغل محامي حر، خريج ليسانس حقوق جامعة بنها دفعة 2006، بعمل في العمل السياسي منذ 7 سنوات كناشط في حزب مصر الفتاة، كنت ماسك أمين عام الإعلام كنت أصغر أمين عام إعلام في حزب في مصر، كان عندي ساعتها 18 سنة. وبعدها اشتغلت فترة كمستقل، ثم التحقت بحركة شباب 6 أبريل منذ عام 2009 بعد بدايتها بسنة كمؤسس للحركة في محافظة القليوبية، ثم بعد ذلك كنت عضو مكتب السياسي للحركة، ثم مدير المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للحركة. طيب أنا من بدايتي ومن صغري وأنا مهتم بالعمل العام وبالعمل الاجتماعي بشكل كبير وبالعمل السياسي. أنا كنت لما كنت في ثانوي كنت ماسك أمين عام المدرسة اللي أنا كنت فيها، وكنت ممثل للطلبة مع قدام المدرسة نفسها. ولما كنت في الجامعة كان نفس الحكاية، كان عندي اهتمام بالعمل العام وكنت شغال في النشاط الثقافي جوه الجامعة، وكمان كان ليا نشاط علاقة بره النشاط الثقافي في أصل الثقافة في الهيئة العامة لأصول الثقافة، وكمان في النشاط السياسي في مديرية الشباب والرياضة، فكنت في برلمان الشباب، كنت رئيس برلمان الشباب في محافظة القليوبية، وكمان كنت عندي منتدى الشباب للفكر والإبداع كنت أنا ماسك رئيس مجلس إدارته. ده كله كان مخليني في اهتمام بالعمل العام في مصر واهتمام بالعمل الاجتماعي أكتر. ولكن وانا في جامعه حصلت حادثه لزمايلنا في قصر ثقافه بني سويف، حادثه شهيره طبعا، اتحرق القصر بيهم، كان في اهمال واضح واهمال جسيم من الحكومه فيهم، وكان زمايلي اللي انا كنت على علاقه ببعضهم راحوا ضحايا في الحادثه ديت. وكان طبعا في نفس الوقت توقيت او بعدها كان في حادثه العباره الشهيره، فانا حسيت لا، ان النظام دوت اللي موجود ده نظام فاسد، مش بيحمي لنفسه ومصالحه بس وعايز حقوقه هو بس، وبالتالي ما بيدافعش عن حقوق المصريين ولا بيهتم بيهم. فكان في الفترة ديت قررت بيني وبين نفسي اني اتوجه للعمل السياسي كمعارض للنظام اللي موجود، وان يكون ليا دور في تغيير النظام دوت والمساهمة في اسقاطه.